هذه الحرب المعلنة والشعواء والتي تنطلق على لسان رئيس دولة غربية اليوم، أولا تدل على أن العدو لا يكون صديقا ما دامت أهدافه هي أهدافه. يعني كانت تقول الوالدة حفظها الله: عدو جدك ما بودك، احفظوها يا عرب وافهموها يا مسلمون، عدو جدك ما بودك الذي كان يهيئ الحروب الصليبية ويشحذها ويحاول أن يبيد المسلمين عن بكرة أبيهم، هؤلاء هم أحفاده. ماكرون هو حفيد الحرب الصليبية الواضحة، ولو كان صوتنا مرتفعا كصوت الرئيس التركي الذي لا يملكون منه إلا أن يستدعوا سفيرة يقولوا له لماذا يقول أردوغان إن الرئيس الأمريكي إن الرئيس الفرنسي يحتاج إلى طبيب نفسي. هو يوصف الواقع، هو يوصف الواقع، وهو رئيس قوي فيستطيع أن يقول ما يريد. الإرهاب أصبح ذا قطبين، القطب الأول هو القطب اليهودي الصهيوني، والقطب الثاني هو القطب الصليبي المتجدد. هذان القطبان ما يزالان يفتكان بالأمة منذ كانت وسيظلان. وهذه مقاطعة الحقيقة للبضائع الفرنسية هي خطوة جريئة، وهي أضعف الإيمان بالمناسبة. الحرب المستقبلية، وبدأت معالم ذلك تظهر، الحرب المستقبلية هي حرب اقتصادية. لا يمكن لدولة إذا ضرب اقتصادها ضربا حقيقيا، وليس أقول آنيا، يعني بمعنى مش اليوم أنا أقاطع جبنة لفاشكري وغدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر أنسى القضية وأعود فأشتري جبنة لفاشكري، لا، هذه حرب يجب أن تكون نفسها طويلة. والاقتصاد لا يتأثر لا بيوم ولا يومين ولا بسنة ولا سنتين، الاقتصاد يتأثر بالتراكم بالتراكم. ولذلك أقول هي أضعف الإيمان ابتداء. المقاطعة يجب أن تكون على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد. الدولة يجب أن تقاطع. إحنا نشكر دولنا التي أرسلت تستنكر وتشجب وتقول لا يجوز الاعتداء على شخص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لا بد من عمل اقتصادي واضح. نحن نعيش بدون جبنة لأنه نحن نستطيع في كل بيت عربي ومسلم أن نصنع الجبن، لكننا إذا صنع الجبن الذي هو عدو الجرأة والشجاعة في قلب الطفل فينا، فمن ينزع هذا الجبن؟ نحن نريد الجبنة النظيفة الطاهرة التي تصنعها أمهاتنا في البيت، فتنزع بها الجبن من قلوب أبنائها، تنزع بها هذه التبعية وحب التبعية لرسول الله لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع. نعم.